الطموح ديالي هو انني نقدم اضافه، لان هذا النادي ما بغاني انني نجي الا وراه سيق فيا. الحمد لله كنتمنى اني نكون في المستوى ديال الجمهور ونحقق واحد الالقاب ليا. الفريق كيبقى ديما ديال الالقاب، انضمام تيبقى شرف ليا، شرف ليا باش انني نكون ضمن هذا الفريق هذا. كنتمنى ان شاء الله نقدم اضافه، وجاي انني باش نقدم اضافه ونحقق الالقاب، لان هذا فريق ديال الالقاب. منافسه قويه تكون ما بين حراس كبار في الوداد. وصراحه انا ما كنتش يعني اخوه، ولكن فاش كندخلوا للتيران كنحاول كل واحد انه يقدم الاضافه ديالو، كل واحد يكون في المستوى باش الفريق الوداد يحقق الالقاب. كيف كتوعد الجمهور؟ انا ان شاء الله هذا الموسم ديال الالقاب. شكرا. واحد الفخر كبير بالنسبه لي، شرف لي كبير نتواجد مره اخرى في الفريق، يعني واحد الفريق اللي وليت جزء منه. مشكورين جميع الجماهير ولا الناس اللي مسؤولين على هذا النادي هذا، اللي كل مره كيجدوا الثقه وكيبغوني نكون في هذا الفريق. وحتى انا بالدور ديالي ما الحمد لله واش كنبغي الفرقه بزاف، دونك شرف ليا كبير نكون معاهم ونتواجد معاهم ونكمل معاهم في هذا البروجي ديال الفرقه. وكنتمنى ان شاء الله نكون على حسن الظن الجميع ان شاء الله، ونشتغلوا اكثر ان شاء الله باش يبقى دائما الفريق يكون. رحله الالقاب تبدا من كاس الملك سليمان باش تواعد. نتمنى ان شاء الله يعني تكون واحد المشاركه اللي جيده ومشرفه بالنسبه لنا، ان شاء الله نقدموا مستوى كبير ونداروا بواحد الشكل جيد ان شاء الله اللي شرفنا وشرف الكره المغربيه والوداد. الجديد بعض الحصص يعني واش كتوقعوا معاه، واش انكم تقدروا تعاودوا ترجعوا للواجهه بعد ضياع ديال الحلقه كامله؟ هو احنا اصلا في الواجهه، يعني الشيء راه لعبنا جميع الواجهه الحمد لله، قدرنا نبقاو حتى يعني الادوار الاخيره، ما كتشافش الله نتوجوا بشي لقب هذا الموسم. فان شاء الله تكون فرصه، دابا مازال عندنا فرصه في كوب العرب. نتمنى ان شاء الله نكونوا موجودين، نكونوا مستعدين بشكل اكثر ان شاء الله باش نمشيو ابعد نقطه في هذه البطوله ان شاء الله.